مرحبا بالجميع. نتكلم اليوم عن مشروع تربية طيور الزينة. هل فعلا هذا المشروع مربح؟ يعني أنا لو ربيت طيور الزينة هل أستطيع أن أحقق دخل؟ تعالوا النهاردة هكلمكم عن ثلاث طرق مضمونة جدا. أنا النهاردة هتكلم عن الطرق المضمونة اللي من خلالها تستطيع أن أنت تحقق ربح. أنا مش هتكلم عن الطرق التانية، أنا ولا هتكلم كمان عن تفريخ طيور الزينة. أنا هكلمك النهاردة عن ثلاث طرق مضمونة بعيد عن التفريخ، تستطيع من خلال الطرق دهيت أن أنت تحقق الربح. طبعا احنا عارفين النهاردة مع ارتفاع العلف طبعا في طبعا مشاكل كبيرة قوي، وفي ناس كتيرة جدا بتصفي طيور الزينة، وبيقولوا ان تربية طيور الزينة يعني هي هواية وليست تجارة، وان هي ما بتحققش اي نوع من انواع الدخل ولا اي نوع من انواع الربح. تعالوا بقى النهاردة نشوف الطرق المضمونة جدا اللي من خلالها هنستطيع ان احنا نحقق الربح. تابع معايا الفيديو للنهاية. انا ابراهيم احمد من قناتكم الحياة عجائب. ما تنساش ان انت تشترك في القناة وتضغط اعجاب، عشان الاعجاب دهوت، وان انت لما تضغط على علامة الاعجاب بتساعد في نشر الفيديو وبتشجعنا لنشر المزيد ان شاء الله تعالى. خلي بالك معايا، انت لو انت جايب طيور الزينة مثلا، عايز تشتغل مثلا في طيور الزينة، جبت مثلا عصافير رخيصة، العصافير الرخيصة دي طبعا هتخسرك، يعني حتى لو انتجت عندك انت كده هتخسر. يعني تخيل كده، انا رحت مثلا اشتريت مثلا عصافير مثلا استرالي، العصافير الاسترالي دي رخيصة جدا، فاشتريت مثلا 100 جوز مثلا، لنفرض مثلا ان هم مثلا جابوا مثلا ايه ان ال 100 جوز ده هم من العصافير الاسترالي جابوا لي مثلا جابوا لي مثلا 200 جوز مثلا زغليل. طيب الزغليل بتتباع بكام؟ بتتباع مثلا الجوز بتباع ب 50 جنيه. فانت هتجيب ايه يعني؟ شوف انت لو انت جيت تحسب، يعني لو حسبت الفلوس اللي انت صرفتها على الطيور في العلف، البلكم والفلارس والدنيبه، هتلاحظ ان انت خسران. طيب لو انا بقى يعني بعدت عن الانواع الرخيصه ورحت بقى للبغبغاوات والانواع الغاليه، لو انا رحت للانواع الغاليه، الانواع الغاليه ديت بتبقى يعني ايه؟ عشان ان انا اشتريها محتاج راس مال، يعني في انواع مثلا القص فيها مثلا او الجوز فيها بيتراوح ثمنه مثلا من 20,000 من مثلا 10,000. طيب لو انا مثلا هجيب مثلا لنفرض مثلا ان انا هجيب مثلا كوكتيل مثلا كوكتيل لاتيني مثلا، يعني هيكون مثلا القص مثلا ب 600 جنيه، يعني اقصد الجوز، يعني كلمه القص معناها الجوز يعني. طيب انا جبت مثلا اللي هو الطيور اللي هي الوسط، يعني لا غاليه قوي ولا رخيصه قوي، هنا هقع في مشاكل كتيره جدا. المشاكل ديت ايه بقى؟ مرتبطه بايه؟ اول مشكله هتواجهني هي مشكله التفريخ. طبعا التفريخ نفسه مشكله في حد ذاته، يعني ايه بقى؟ هتلاحظ ان هتواجهك مشاكل كتيره جدا. اول حاجه لازم يكون عندك عنصر الوقت، يعني لازم تكون كده راجل فاضي ومزاجك حلو كده، ويعني متفرغ للطيور. يعني انت هتجيب مجموعه من الطيور 10 مثلا، 10 ازواج او الكلام ده كله، فانت محتاج يعني محتاج وقت، يعني محتاج وقت ومجهود. يعني تخيل كده عشان تغير المسأة والكلام ده كله، والوقت والمجهود دوت برضك يعني احنا لازم نحسبه معانا. احنا عايزين نكسب بطريقه مضمونه، وانا هقول لك على ثلاث طرق مضمونين، بس تابع معايا الفيديو للنهايه وما تستعجلش، عشان انا عايز اوضح لك المسائل كلها عشان ما تتهورش وبعد كده تخسر. فاصبر كده شويه معايا واسمع الفيديو للنهايه. انت جبت الطيور ديت، فطبعا هتواجهك مشاكل التفريخ. انت طبعا عايز التفريخ عشان ربنا يكرمك ويعني وتكسب. اول مشكله هتواجهك ان مفيش توالف، ان في مشاكل كتير قوي هتواجهك، في امراض، في نسبه نفوق، العلف الغالي جدا، العلف كل يوم بيغلى عن اليوم اللي بعده. هتواجهك كمان مشكله ان ممكن واحد يقول لك والله العصافير مش عايزه تبيض، وكمان لو باضت في بعض الطيور بتهجر العش، وكمان لو يعني ربنا سهل ويعني طلعوا من البيضه، هتلاحظ برضك ان في مشكله ان في بعض الازواج ما بتقومش بعمليه التاكيل، وفي يعني نسبه نفوق عاليه جدا، وفي كبس للبيض. يعني بالنسبه للتفريخ انت هتواجهك مشاكل كتيره جدا، انا بكلمك بصدق. يعني ممكن بعض الناس يقول لك لا ده انت متشائم قوي، لا انا بكلمك بصدق عشان ان انت
يعني ما حدش يضحك عليك، يعني الناس مثلا تقول لك ايه هتكسب وهتعمل والكلام ده، لا لا لا، خلي بالك انت قدامك عقبات. طبعا احنا بنقول ان الرزق بيد الله، يعني في بعض الناس يعني ما شاء الله بتمشي معاهم تمام، الرزق بيد الله، لكن انا بكلمك عن الايه، عن مخاطر الموضوع. طيب ازاي ان انا اكسب من تربية طيور الزينة بطريقة مضمونة بنسبة 100%؟ اول حاجة، اول طريقة، انني اشتري وبيع، يعني تاجر، يعني انا مش هقوم بالتفريخ، يعني انا بقى ايه، يعني ايه هكبر دماغي من موضوع التفريخ، لا يعنيني بقى ان هم باضوا ما باضوش، مش هيعنيني، لان انا بشتغل كعملية شراء وبيع على طول في نفس اللحظة. يعني ممكن يعني ايه، شوف خلي بالك لو ما نفعتش معاك طريقة هتنفع معاك الطريقة التانية، بس كمل معايا الفيديو للنهاية. انا هعمل ايه بقى، انا هشتري وبيع. ممكن انا دلوقتي قاعد على النت مثلا، اعمل صفحة على النت او اتابع في الجروبات بتاع العصافير والبغبغاوات، واحد مثلا عارض مثلا ايه جوز من الذرة الهندي مثلا، والله انا بقى ايه بحاول اشوف سعره قد ايه، وبعد كده بعرض في جروبات تانية بقول يا جماعة لو حد عايز يشتري مثلا ذرة هندي مثلا، القص مثلا عامل مثلا، مثلا اقول مثلا ايه 4000 مثلا و600 او 700، انا هشتريهم من الشخص دوت مثلا القص مثلا ب 4500، وهبيعهم مثلا القص ب 4600 او ب 4700، يبقى انا كده كسبت 200 جنيه وانا قاعد زي الباشا، لا شغلت بالي بقى بموضوع التفريخ والانتاج والامراض والمشاكل دي ولا اي حاجه خالص. يبقى انا هشتري وبيع، والله ممكن اعمل محل بس يكون محل صغير جدا، بس انا الاعتماد الاكبر عندي هو عن طريق النت، انني اشتري وبيع، اشتري وبيع على طول مباشره. وطبعا البيع عن طريق النت يعني طريق يعني كويس جدا وطريق مضمون، او ان انا ممكن ان انا ابيع عن طريق اللي هو السوق. فبالشكل ده انا كده كده كسبان، يعني التاجر كده كده كسبان والمربي هو اللي خسران. يعني حتى انت شوف انت بتربي ومش عارف ايه، هو بياخد منك الجوز مثلا اللي هو الاسترالي ب 50 جنيه، ويروح هو مثلا يبيعه ب 80 جنيه، هو لا كلف علف ولا اي حاجة خالص، هو ايه كل الحكاية ان هو ايه بيشتري ويبيع. يبقى اول طريقة مضمونة هي التجارة، والتجارة شطارة. تعال بقى نخش على الطريقة التانية. الطريقة التانية المضمونة اللي بيقوم عليها كثير من الناس وبيتربحوا منها ارباح يعني كويسة جدا، هي عن طريق النت. يعني تخيل القناة اللي انت حضرتك يعني بتتابع عليها الفيديو دوت دلوقتي، انا رافع الفيديو دوت عشان انني اربح من حضرتك، يعني انت لما بتفتح الفيديو انا بربح من حضرتك، لان بيتعرض على الفيديو اعلانات، فانا باخد ارباح من اليوتيوب. تخيل الارباح دي بتبقى كبيرة جدا، يعني تلاحظ ان في ناس كتير قوي مثلا فاتحين مثلا ايه بيصوروا مثلا الطيور عندهم، بيصور الطير عنده وبيشرح لك مثلا بعض المعلومات، وبناء على ذلك بياخد ارباح كبيره جدا. انا واثق جدا ان هذه الارباح افضل 100 مره من تربيه الطيور، وان الطيور اصلا ما بتجيبش اي حاجه مقارنه بارباح اليوتيوب. فتخيل ان انت لو عملت صفحه على الفيس او عملت قناه على اليوتيوب، وانت بقى طبعا ايه حاول ان انت تصور الطيور عندك، وحاول ان انت يعني تبين للناس مثلا بعض المعلومات، وبالتالي هتربح من اليوتيوب. والمساله دي محتاجه يعني صبر طويل جدا ونفس طويل، فدي طريقه مضمونه 100%، ما فيش فيها اي مشكله. طيب تعال بقى نخش على الطريقه الثالثه عشان ما اطولش عليكم. الطريقة الثالثة المضمونة، أنا عايزك تبعد عن التفريخ، يعني ما تشغلش بالك بقى بموضوع التفريخ والتربية والكلام ده كله. النهاردة بقى إحنا هنربي الطيور للتدريب، يعني أنا مثلا آجي مثلا على طيور مثلا إيه مطلوبة في السوق، زي مثلا الذرة الهندي دي مطلوبة جدا، بالذات الزغاليل مثلا. فانا باجي مثلا زي الوقت مثلا كده موسم تزاوج الذره الهندي او الذره الافريقي، فبحاول ان انا اشتري مجموعه كبيره من الزغاليل، واحاول ان انا اقوم بتاكيلهم تاكيل يدوي. طيب لو انت مش قادر او ما بتعرفش تاكل تاكيل يدوي، ممكن انني اشتريهم بعد الفطام، وبتلاحظ ان هم تمنهم بيكون رخيص. فانا هقوم بعمليه ايه، هاخدهم معايا مثلا، اسيبهم معايا مثلا 6 شهور او اسيبهم معايا مثلا سنه، هقوم بعملية تدريب الطيور ديت مثلا، وليكن انني مثلا اشتريت مثلا 10 اجواز مثلا من الايه من فروخ الدرة الهندي، انا هقوم بايه بعملية تدريبهم وعملية تعليمهم الكلام. طبعا يعني البغبغاء اللي بيتكلم بيبقى عليه طلب شديد جدا،
وخلي بال حضرتك ان الببغاء لما بيكون متكلم بيكون سعره غالي، يعني الببغاء المدرب بيكون سعره غالي. انت حضرتك الوقت هتعمل ايه؟ هتقوم بعملية التدريب والتلقين، فهتدرب الببغاوات. طيب ادرب الببغاوات واعلمه ازاي الكلام؟ المسألة بسيطة جدا، هتلاقي على القناة فيديوهات ومسجلات بتعلم الببغاء الكلام عن طريق ان انت تشغل المسجل، والمسجل دوت بيكرر الكلمة اكثر من مرة، وكل ما تعلم الببغاء يعني كلمات اكثر كلما ارتفع ثمنه اكثر، فانت هنا هتكسب يعني طريقة مضمونة جدا، لان انت هتبيع الببغاوات المدربة وهيكون عليك يعني طلب شديد جدا. والببغاء يعني تخيل كده لما يكون معاك مثلا فرد كده درة مثلا هندي وبيتكلم، فطبعا بيكون الايه بيكون ثمنه حلو جدا، وانت بقى بتقول فيه السعر اللي انت عايزه، وبيكون يعني في رغبة شديدة جدا من كتير من الناس ان هي تربي ببغاء متكلم، وكمان ايه ببغاء متكلم، وكمان ثمنه بيكون يعني ايه بيكون وسط، بيكون رخيص ما بيكونش غالي قوي. فبالتالي انت هتحقق ربح من الثلاث طرق دهم. اعمل الثلاث طرق مع بعض، يعني لو انت عملت الثلاث طرق مع بعض انا أأكد لك ان الثلاث طرق ديت مضمونة جدا. انما تربية الطيور في حد ذاتها ممكن يعني والله الارزاق بيد الله، لكن انا بقول لك ان هي مش مضمونة. عملية تربية الطيور للتفريخ والانتاج عملية شاقة جدا، محتاجة منك وقت، هتواجهك مشاكل كبس البيض، هتواجهك مشكلة البيض غير المخصب، هتواجهك عدم التحضين، هتواجهك هجران العش، هتواجهك يعني مشاكل كتيرة جدا، عدم التوالف بين الذكر والانثى، يعني ارتفاع العلف، يعني مشاكل كتيرة جدا هتواجهك في مسألة التفريخ. فانت يعني ايه ممكن تجمع بين التفريخ وبين بعض يعني التفريخ والتلات طرق ديت مع بعضها، ان انت تبدا من الوقت تنشئ قناه على اليوتيوب، ان انت تبدا ان انت يعني تحاول تتاجر تبيع وتشتري، تحاول ان انت تشتري الفروخ وتدربها. لو انت عملت كده انا اضمنك ان شاء الله ان انت باذن الله هتحقق ارباح يعني كتيره جدا. اتمنى تكونوا استفدتوا معايا، وكل عام وانتم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله.